يا مساء الخير على كل مشاهدي قنوات اون تايم سبورتس في كل مكان. حلقه جديده من حلقات اخبار اون تايم، وان شاء الله تكون حلقه مميزه. وزي ما احنا متعودين مع حضراتكم هيكون لينا جوله هنا في الساحه المحليه، وده من خلال اخبارنا الخاصه، وكمان هنتابع معاكم كل الكواليس الجديده في كره القدم العالميه. اكيد كل ده تحت شعار ان كل شعوب العالم بيختلفوا في لغتهم وكمان في عاداتهم وفي تقاليدهم. حاجه واحده دايما بتجمعنا اكيد هي الرياضه، وهنبتدي معاكم كالعاده باهم وبابرز العناوين. مصر تحتل المركز الرابع لفرق السيدات والرجال والخامس في بطولة العالم للخماسي الحديد. اليوم الزمالك يتحدى بيراميدز في مباراة الموسم الصراع على لقب الدوري. الأهلي يستأنف تدريباته استعدادا لفاركو كشف طبي لتاو وعبد المنعم. اجتماع في الأهلي لحسم مصير الصفقات الجديدة، وسواريش يطلب مهاجم برازيلي. وعالميا ريال مدريد يفاضل بين 6 مهاجمين لاختيار بديل لبنزيما. من العناوين نروح معاكم لتفاصيل. امبارح أسدل الستار على منافسات بطولة العالم للخماسي الحديث، واللي استضافتها مصر على ملاعب الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري في اسكندرية. واحتل منتخب مصر المركز الرابع في ترتيب فرق السيدات ورصيده 3409 نقطة، والمركز الخامس في ترتيب فرق الرجال ورصيده 4169 نقطة. وبتحتسب نتائج الفرق بجمع نقاط لاعبي كل دولة من المشاركين في منافسات الفردي. وتوج المنتخب الإنجليزي بذهبية فرق السيدات، وأحرز المنتخب الكوري الجنوبي الميدالية الفضية، والمنتخب المجري الميدالية البرونزية، وتوج المنتخب الفرنسي بذهبية فرق الرجال، وحصد المنتخب المجري الميدالية الفضية، وحصد المنتخب الألماني الميدالية البرونزية. واختتمت منافسات البطولة بمسابقة تتابع مختلط، وتوج الزوجي الكوري المكون من وينغ تاي جون وسانو كيم بذهبية المنافسة، طبعا بعد ما حصلوا على 1393 نقطة. وحصد كمان الزوج البريطاني المكون من جوزيف شونغ وجاسيكا فارلي الميدالية البرونزية، فيما حصد كمان الزوج التركي المكون من بوغرا وأونال وفيكي أوسكيسل الميدالية البرونزية. واحتل كمان الزوج المصري المكون من سلمى أيمن ومحمد الجندي المركز العاشر. وكانت مصر توجت بثلاث ميداليات بواقع ذهبية وفضيتين. حصد الثنائي هايدي عادل وأميرة أنديل ذهبية تتابع السيدات، وحصد الثنائي إسلام حامد وأحمد حامد فضية تتابع الرجال، وحصد محمد الجندي فضية فردي الرجال. واستضافت مصر البطولة بمشاركة 43 دولة وبحضور الدكتور كلاوس تشورمان رئيس الاتحاد الدولي للخماسي الحديث وأعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي. كمان بيستعد منتخب مصر لرفع الأثقال للمشاركة في الأفريقية للشباب والناشئين، والمقرر أنها تستضيفها المغرب بداية من أول سبتمبر المقبل. وأكد علاء حسن مدير المنتخبات الوطنية لرفع الأثقال أن المنتخب الوطني بيواصل الاستعداد في المركز الأولمبي في المعادي عشان يشارك في البطولة أو البطولات كمان المختلفة، يمكن أولها بطولة أفريقيا للشباب والناشئين واللي بيشارك فيها لاعبي ولاعبات منتخب رفع الأثقال. أوضح علاء حسن أن المرحلة الحالية بتشهد تحسن كبير جدا في نتائج أبطال رفع الأثقال، وقال كمان بنسير بخطوة للأمام، لاعبونا حققوا نتائج جيدة خلال الفترة الأخيرة. التحدي الكبير سيكون في بطولة العالم للكبار واللي بتستضيفها كولومبيا خلال ديسمبر المقبل. هدفنا الأكبر هو تحقيق ميدالية أولمبية في أولمبياد باريس 2024. وأشار كمان أن لعيبة رفع الأثقال حصلوا على إجازة من التدريبات لغايه يوم الجمعه اللي جايه، وبعد رجوع للتدريبات هيتم الاعلان عن اسامي اللعيبه واللاعبات اللي هيشاركوا في البطوله الافريقيه
في المغرب. كمان هيشارك منتخب مصر للتنس في بطولة العالم للتنس للناشئات تحت 14 سنة في مدينة أو في التشيك في الفترة من 1 لحد يوم 8 أغسطس، وبيمثل منتخب مصر كل من جودي طويلة وفرح أسعد ورنا ياسر، وبيقود المنتخب المدير الفني محمد حسن. وكمان منتخب مصر كان تأهل لكأس العالم بعد ما فاز على جميع أو في جميع اللقاءات، وكمان حصل على المركز الأول في التصفيات الأفريقية للفرق اللي أقيمت في مصر في شهر يونيو الماضي. كمان أعلنت رابطة اللاعبين المحترفين الاسكواش تصنيف رجال الاسكواش للشهر أغسطس الجاري، وحافظ البطل المصري علي فراج لاعب وادي دجلة وبطل العالم على صدارة التصنيف العالمي للشهر الثالث على التوالي، وجي نيوزيلندي فاكول في المركز الثاني، وحافظ مصطفى عسل لاعب النادي الأهلي على التواجد في التصنيف الثالث بعد ما تم تتويجه مؤخرا ببطولة الجونة الدولية وكمان بطولة العظماء الثمانية. وفي المركز الرابع حل البيروفي دييغو الياس، و تراجع محمد الشرباجي لاعب انجلترا للمركز الخامس عشان يخرج من قائمة التوب 3 لأول مرة من 8 سنين. وبيجي خروج الشرباجي من قائمة التوب 3 بعد ما أعلن أن هو تحول انتمائه للعب باسم انجلترا بدلا من اللعب باسم مصر في بطولات الاسكواش. خسر بعدها لقب بطولة موريشيس قصاد الكيروبي دييغو الياس قبل ما يودع كمان بطولة العظماء الثمانية من الدور نص النهائي. واستقر طارق مؤمن لاعب الجزيرة في المركز السادس، وحافظ مازن هشام لاعب وادي دجلة على تواجده في المركز الثامن، وواصل كمان مروان الشرباجي التواجد في المركز التاسع، واستمر فارس الدسوقي في المركز العاشر. وعلى صعيد السيدات فحافظت البطلة المصرية نوران جوهر لاعبة وادي دجلة على صدارة التصنيف للشهر الخامس على التوالي من ساعة ما كانت متقدمة للصدارة في ابريل الماضي. وانهت كمان نوران سيطرة نور الشربيني لاعبة سبورتينج على صدارة التصنيف، واللي امتدت لحوالي 17 شهر متتالي من نوفمبر 2020 ولغاية مارس الماضي. واستقرت نور الشربيني في المركز الثاني في التصنيف، وكمان حافظت هانيا الحمامي على التواجد في المركز الثالث. وفي المركز السابع جت روان العربي لاعبة وادي دجلة، وتراجعت سلمى هاني مركز عشان تحتل التصنيف التاسع، وتقدمت البطلة نور الطيب لاعبة اليابلس ثلاث مراكز دفعة واحدة عشان تحتل التصنيف رقم 11 وتقرب كمان أنها تقتحم قائمة التوب 10. ودلوقتي بقى هنروح معاكم سريعا لأخبارنا المحلية. النهاردة هتتواصل مباريات الجولة 28 في الدوري المصري الممتاز بثلاث لقاءات قوية. أكيد هتبتدي الساعة 6:30 مواجهة الإسماعيلي ومصر المقصة في نفس التوقيت. البنك الأهلي هيستضيف الجونة، أما الساعة 9 مساء المباراة الأقوى ما بين الزمالك وما بين بيراميدز. بكل تأكيد مباراة الزمالك وبيراميدز أكيد الأقوى، وهي اللي يعني هتحظى بمتابعة كبيرة جدا، نظرا طبعا لأن هي مباراة مهمة جدا لكلا الفريقين، وبتعتبر من المباريات الحاسمة لصراع الدوري نظرا لمنافسة الفريقين على اللقب. وبيدخل نادي الزمالك مباراة الليلة بمعنويات مرتفعة بعد ما تخطى فيوتشر ضمن منافسات الجولة 27 وفاز بهدف نظيف سجله محمود الونش. كمان بيأمل بيراميدز أن هو يستغل سلسلة انتصاراته، واللي يمكن كان آخرها الفوز على البنك الأهلي بهدف دون رد سجله رمضان صبحي. وكانت مباراة الدور الأول ما بين الزمالك وبيراميدز انتهت بفوز الزمالك بنتيجة 3-2. بيدخل الزمالك المباراة محتل المركز الأول ورصيده 63 نقطة بعد ما خاض 27 مباراة، حقق الفوز في 20 وتعادل في 3 لقاءات وخسر في 4 مواجهات. وسجل لاعيبة نادي الزمالك 47 هدف واستقبلت شبكهم 25 هدف. بيحتل بيراميدز المركز الثاني ورصيده 59 نقطة بعد طبعا ما خاض 27 مباراة وحقق الفوز في 18 مباراة وتعادل في 5 مباريات وخسر 4 وسجل لعبته 45 هدف وسكنت شباكهم 17 هدف. ومن جهته طلب البرتغالي جوزفالدو فيريرا المدير الفني لنادي الزمالك من لعيبة فريقه، خصوصا طبعا القوة الضربة المتمثلة في أحمد سيد زيزو وفي سيف الجزيري وسيد نيمار، حسم اللقاء بدري والعمل كمان على تسجيل أهداف مبكرة. على الجانب الآخر تلقى اليوناني تاكيس جونياس مدرب فريق بيراميدز دفعة معنوية كبيرة جدا باستعادة خدمات وليد الكارتي وفخر الدين بن يوسف بعد الانتهاء من الإيقاف، وإبراهيم عادل بعد ما تعافى من الإصابة.
كمان أعلنت لجنة الحكام الرئيسية في اتحاد الكورة أسامي حكام مباريات النهاردة، يمكن أهمها مباراة الزمالك وبيراميدز. وكان اتحاد الكورة أسند إدارة مباراة الزمالك وبيراميدز في وقت سابق للحكم اليوناني أناستاسيس، وكان معاه طاقم تحكيم يوناني بالكامل بما فيهم كمان حكام تقنية الفيديو، وبيدير مباراة الإسماعيلي والمقصة الحكم إبراهيم نور الدين حكم للساحة، وبيعاونوا سمير جمال ومحمد سعيد، والحكم الرابع مصطفى الشهدي ومصطفى عثمان حكم للفيديو، ومحمد الشناوي حكم فيديو مساعد، وبيدير مباراة البنك الأهلي والجونة الحكم نادر قمر الدولة حكم للساحة، وبيعاونوا كمان يوسف الصنباطي وصالح محمد وأحمد ناصر حكم رابع، وحسام عزب حكم فيديو، ومحمد عبد العزيز حكم فيديو مساعد. ومن المتوقع أن هيدخل فيريرا قمة الليلة بتشكيله المعتاد في كل مباراة، وهو كالآتي: في حراسة المرمى محمد عواد، في خط الدفاع أحمد فتوح، الونش حسام عبد المجيد، حمزة المثلوثي، وفي خط الوسط إمام عاشور، محمد عبد الغني، رؤى سيد نيمار، زيزو، وفي خط الهجوم سيف الدين الجزيري. وفي المقابل من المتوقع أن يدخل تاكيس جونياس مباراة الليلة ضد نادي الزمالك بتشكيل مكون من: في حراسة المرمى الشناوي، وفي خط الدفاع أسامة جلال، أحمد أيمن منصور، محمد حمدي، أحمد توفيق، في خط الوسط توري ورمضان صبحي وعبد الله السعيد، فخر الدين بن يوسف، وليد الكرتي، في خط الهجوم فخري لكاي. كمان دخل مسؤولين نادي الزمالك في مفاوضات جدا مع نظرائهم في نادي الفتح المغربي عشان يحصلوا على خدمات منتصر الحتيمي جناح الفريق عشان يتعاقدوا معاه خلال فترة الانتقالات الصيفية اللي جاية، بعد ما تمت متابعته في أكتر من مباراة خلال الموسم الماضي من الدوري المغربي، فضلا كمان عن أن اللاعب يعني لسه صغير في السن، يمكن سنه 21 سنة، وبيجيد اللعب كمان في مركز الجناح الأيمن والأيسر، وده اللي خلى الإدارة تتمسك بضمه عشان يكون بديل للمغربي أشرف بن شرقي واللي رحل خلاص بعد نهاية عقده. بيواجه مسؤولين نادي الزمالك منافسة شرسة أكيد من جانب الترجي التونسي، واللي برضو أبدى رغبته أنه هو يتعاقد مع اللاعب بعد ما جذب الأنظار ليه من الكل خلال الفترة اللي فاتت دي. بيجي كمان ده في نفس الوقت اللي رفض فيه مسؤولين النادي المغربي بشكل رسمي أن هم يبيعوا اللعيبة بتوعه منتصر الحتيمي وكمان مهدي مبارك خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية لأي فريق مغربي. وبكده خلصت فقرتنا الأولى، نروح معاكم دلوقتي لفاصل سريع وهنرجع ونكمل معاكم بقية فقرتنا هنا في أخبار أون تايم، خليكم معانا. أكيد اتبعوا النهاردة لقاء الزمالك وبيراميدز على شاشة أون تايم سبورتس 1 الساعة 9 مساء، أكيد طبعا لقاء في غاية الأهمية وقد يحدد بشكل كبير جدا وجهة لقب الدوري في الموسم الحالي. نروح بقى معاكم ونكمل بقية أخبارنا المحلية، نروح لأخبار النادي الأهلي. ويبتدي فريق الكورة النهاردة الاستعداد لمواجهة فاركو والمقرر ليها مساء يوم الأربعاء اللي جاي في بطولة الدوري الممتاز، وحصل النادي الأهلي على راحة من التدريبات امبارح بعد مباراة المقاولين العرب واللي أقيمت يوم السبت، انتهت بالتعادل السلبي في اللقاء المؤجل من الجولة 21 من بطولة الدوري. كمان هيحدد الجهاز الفني للنادي الأهلي موقف محمد عبد المنعم وبيرسي تاو وثنائي الفريق انهم هيلحقوا مباراة فاركو ولا هيستمر غيابهم عن قائمة النادي الأهلي زي ما حصل في المباريات اللي فاتت. وكمان بيحسم الفحص الطبي اللي هيخضع عليه عبد المنعم وبيرسي تاو موقفهم في ظل أكيد حاجة الجهاز الفني لجهودهم في المرحلة اللي جاية دي، خصوصا مع الغيابات الكتيرة اللي ضربت صفوف الفريق الأحمر وأجبرته كمان أنه يخوض مباريات الدوري بقايمة منقوصة بعدد كبير من اللعيبة. وبيواجه فريق الكورة في النادي الأهلي إصابات كتيرة خلال الفترة الحالية بعد ما خسر جهود عدد كبير من اللعيبة بسبب الإصابات، وده طبعا اللي أكد عليه الجهاز الفني للفريق بقيادة المدرب البرتغالي ريكاردو سواريز.
كمان هيعقد مسؤولين النادي الاهلي جلسه مع البرتغالي ريكاردو سواريش المدير الفني للنادي الاهلي خلال الايام اللي جايه دي عشان يحسم مصير عدد من الراحلين عن الفريق سواء البيع او الاعاره. طبعا ده غير كمان حسم الصفقات الجديده واللي بترغب اداره النادي الاهلي ولجنه التخطيط ان هم يستعينوا بيهم في الموسم اللي جاي. سواريش كمان طلب من المسؤولين ان هم ما ياخدوش اي قرار في حسم مصير اي لاعب سواء بقى هيرحل او هيمشي على سبيل الاعاره او كمان هيكون مشيانه بأي شكل من الأشكال، بالإضافة كمان للصفقات الجديدة دون الرجوع إليه. واستقر المدير الفني على منح فرصة أخيرة لكل اللعيبة المطار حولهم جدل كبير جدا بشأن استمرارهم في الموسم اللي جاي من عدمه. طلب كمان المدير الفني تقرير مفصل عن اللعيبة المعارة عشان طبعا يقدر أنه هو ياخد قرار نهائي بشأن أن هم هيفضلوا ولا هيمشوا قبل حسم قرار الصفقات الجديدة. طلب البرتغالي ريكاردو سواريش كمان بشكل مبدئي تدعيم خط هجوم الفريق بعد ما لاحظ ظاهره سلبيه في اداء الفريق وهي اهدار الفرص السهله قصاد المرمى، وده طبعا اللي كلف الفريق اهدار العديد من النقاط زي ما حصل في مباراه سموحه والجونه في بطوله الدوري الممتاز. المدير الفني البرتغالي رشح مهاجم برازيلي عشان يدعم بيه هجوم الفريق، وهو واحد من العناصر اللي كان عنده رغبه ان هو يتعاقد معاهم في وقت ما كان مدير فني لفريق فازنتي البرتغالي واللي كان بيقوده فنيا قبل ما يتولى تدريب النادي الأهلي. كمان طلب سواريش مهلة عشان طبعا يقدر ان هو يحسم موقف اللعيبة المعارين من اجل متابعة كل لاعب والوقوف كمان على مستوى اللاعب الفني والبدني عشان يحدد العناصر اللي هو محتاج الفريق لخدماتها في الفترة اللي جاية دي. ولكن في الوقت نفسه رشحت لجنة التخطيط اسامي لعيبة محتاج الاهلي ان هو يرجعها مرة تانية، يمكن على راسهم محمد شكري ظهير الايسر لفريق سموح، خصوصا طبعا وان الفريق بيعاني من نقص في البدايل في مركز الظهير الايسر، وده بسبب كثر الاصابات الخاصة بعلي معلول وكمان عدم الجاهزية الفنية لمحمود وحيد، وده طبعا اللي بيجبر النادي الأهلي والجهاز الفني ان هما يعتمدوا على الصاعد احمد نبيل كوكا في المركز ده بالرغم من ان هو مركزه الأساسي في وسط الملعب. كمان بيدور مسؤولين النادي الاهلي دلوقتي الموافقه على رحيل محمد شريف مهاجم الفريق خلال فتره الانتقالات الصيفيه اللي جايه دي بعد ما تلقى عرض سعودي خلال الايام اللي جايه دي بعد المستوى اللي ظهر اكيد عليه في الموسم اللي فات والموسم اللي قبله. وقال مصدر مقرب من محمد شريف ان وكيله تلقى عدد كبير من العروض الخليجيه يمكن ابرزهم من نادي الشباب السعودي واللي ابدى اهتمام بالتعاقد مع شريف. وقال المصدر كمان ان اللاعب مستني ان هو يعمل جلسه مع مسؤولين النادي الاهلي خلال الفتره اللي جايه دي عشان يحسم مصير العروض اللي تلقاها، خصوصا ان اللاعب عنده رغبه ان هو يعدل الراتب الخاص بيه عشان يقرب برضو من العروض اللي تلقاها في الفتره اللي فاتت دي. ولكن اداره النادي الاهلي اجلت مناقشه اي عروض لغايه نهايه الموسم. محمد شريف حاليا بيعاني من اصابه بتمزق في العضله الضمه اتعرض ليها خلال مباراه الاهلي والزمالك في نهائي كاس مصر نسخه 2021، واكيد طبعا اتسببت في غيابه عن مباريات الاهلي لغاية نهاية الموسم الكروي الجاري، ومحتاج ما لا يقل عن 5 أسابيع عشان يرجع مرة تانية للتدريبات الجماعية. خلصنا اخبار نادي الاهلي، نروح بقى معاكم لاخبار المصري البورسعيدي، وبيستأنف الفريق استعداداته النهارده عشان يواجه طلائع الجيش في الجوله 29 من مسابقه الدوري يوم الخميس اللي جاي في استاد برج العرب في اسكندريه. وكانت مباراه الدور الاول انتهت بفوز الطلائع بهدف نظيف، وكان النادي المصري تعادل في مباراه الجوله 28 مع فريق انفي بهدف لكل فريق في اللقاء اللي جمع الفريقين مساء يوم السبت الماضي في استاد برج العرب. وبيحتل النادي المصري البورسعيدي المركز ال11 في جدول مسابقه الدوري العام ورصيده 32 نقطه. خاض الفريق البورسعيدي 28 مباراه، فاز في 7 مباريات وتعادل في 11 لقاء وخسر 10 مباريات، وسجل لعيبه المصري 33 هدف واستقبلت شبكهم 34 هدف. هيدخل فريق المقاولين العرب معسكر مغلق النهارده استعدادا للقاء القادم قصاد فريق فيوتشر بكره يوم الثلاث ضمن منافسات الجوله 28 من الدوري الممتاز واللي بيستضيفها استاد عثمان احمد عثمان في الجبل الاخضر. وفضل محمد عوده المدير الفني ان هو ما يديش اللعيبه اي راحه نظرا طبعا لضيق الوقت بعد التعادل السلبي مع النادي الاهلي. وبيحتل المقاولين العرب المركز ال16 ورصيده 25 نقطه بعد ما خاض ذئاب الجبل 27 مباراه، فاز المقاولين في 4 مباريات وتعادل في 13 مباراة وخسر 10 مباريات، وسجل لعيبة المقاولين 21 هدف واستقبلت شباكهم 28 هدف.
مشاهدينا نطلع دلوقتي لفاصل سريع وهنرجع ونكمل مع حضراتكم بقية فقراتنا هنا في أخبار أون تايم، خليكم معانا. رجعنا سريعا وبنوصل مع حضراتكم دلوقتي لفقره الكوره السريعه اخباريه في الانديه العالميه، وهنبتدي من ريال مدريد. وكشفت تقارير ان نادي ريال مدريد رصد 6 أسامي في قائمه مختصره عشان يضم مهاجم احتياطي في موسم 22-23 للمهاجم الفرنسي الدولي كريم بنزيما، والمقرر ان هيتواجد بطل الدوري الاسباني ودوري الابطال في الميركاتو عشان يضم مهاجم جديد يقدر انه يوفر الدعم والمنافسه. اللاعب البالغ من العمر 34 عام وهو كريم بنزيما، ومن المتوقع انه هيغادر كل من مايرول وماريانو دياز النادي في الاسابيع اللي جايه دي. وبيدرس كمان الفريق الملكي امكانيه ما يصل لست مهاجمين تانيين عشان يجلب مهاجم احتياطي لبنزيما في موسم 22-23 منهم 2 من شباب سالزبورغ. كمان اشار الموقع ان اللاعب الدولي السويسري نوح اوكافور، واللي طبعا ما بيتبقاش في عقده غير يمكن عامين على النهايه مع بطل النمسا، ممكن يكون تم ذكره كهدف محتمل بالنسبه للفريق الملكي. وكمان بيراقب الريال تطور زميل اوكافور في الفريق روكو سيميتش واللي بيبلغ من العمر 18 عام، كمان بيشوف روبي وده طبعا مدرج كمان في القائمه. وكمان تم اختيار ما يصل ل 3 مهاجمين في البونز ليجا. نروح معاكم لبرشلونه الاسباني، وفي العديد من العروض دلوقتي اللي وصلت للاعب البوسني بيانيتش لاعب خط الوسط للرحيل بعد طبعا ما اظهر مستويات كويسه جدا خلال الجوله التحضيريه في الولايات المتحده الامريكيه. وبتدرس اداره النادي وضعه الحالي. بيانيتش تلقى عدة عروض في الأسابيع الأخيرة دي زي ما قالت التقارير الصحفية، لكن أولويته هي البقاء في برشلونة وهيتم حسم مستقبله الأسبوع الحالي، ولكن في حالة أنه هو فضل أنه يبقى فهيترتب عليه خفض في الراتب الخاص به. كمان في برشلونه زعمت تقارير صحفيه ان النادي بيخطط ان هو يبيع النجم الفرنسي عثمان ديمبلي على الرغم من تجديد عقده خلال الصيف الحالي لمده عامين عشان يستمر مع الفريق لغايه 2024. برشلونه قد يبيع عثمان ديمبلي خلال شهر يناير المقبل في حاله وصول عرض مغري من احد الانديه اللي عندها رغبه ان هي تحصل على خدماته. تالق ديمبلي مع برشلونه خلال المباريات التحضيريه استعدادا اكيد للموسم الجديد بعد ما سجل 4 أهداف. نروح بقى معاكم للمان يونايتد واللي قرب ان هو يستغنى عن لاعب جديد خلال الميركاتو الصيفي الجاري وهو أليكس تيلس، وده طبعا بعد رحيل كمان فول بوجبا واخوان ماتا ولينجرد وكوفاني وانرياس فيريرا وماتيتش وهندرسون. وكتب فابريزي رومانو خبير انتقالات اللاعبين والمدربين في اوروبا على حسابه على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، قد يغادر أليكس تيلس مانشستر يونايتد في الاسابيع القليله المقبله. وقال كمان ان بورتو غير مهتم بضم اللاعب برغم الاشاعات الأخيرة، لكن إشبيليا واحد من 3 أندية بتراقب الظهير البرازيلي، كمان بتعتمد الصفقة على دفع اليونايتد لجزء من راتب اللعب. ومانشستر يونايتد اتعاقد الصيف ده مع الهولندي تايرل مالاسيا، وده طبعا خلى عنده 3 لعيبة في مركز الظهير الأيسر، وبالتالي هو محتاج ان هو يضحي بواحد من اللعيبة اللي عنده. دي كانت جولة سريعة في أخبار الخاصة بالكورة العالمية. تعالوا دلوقتي نروح سريعا للفقرة اللي جاية وهي فقرة أخبار العالم. هنبدأ جولتنا مع الصحافة العالمية في الصحف الأسبانية وتحديدا صحيفة ماركا، واللي ركزت الصحيفة على ثلاثي وسط ريال مدريد كاسيميرو وكروس ولوك مودريتش. وكتبت كمان مثلث برمودا الصحيفة كمان اتكلمت عن فوز الهولندي أو الهولندية فان فولتن بطواف فرنسا للسيدات بعد الفوز سابقا بطواف إيطاليا، وكتبت ثنائية تاريخية لفان فولتن. والصحيفة اهتمت برضو بأتلتيكو مدريد وبنجمه البرتغالي فيليكس، وكتبت فيليكس يملك أسباب ليكون قائد للفريق. كمان اهتمت برضو بفوز منتخب إنجلترا للسيدات بلقب أمم أوروبا لكرة القدم على حساب ألمانيا، وكتبت إنجلترا تفوز بلقب الأوروبي خلال الشوطين الإضافيين.
كمان صحيفة سبورت ركزت على أخبار برشلونة وعلى جولة الولايات المتحدة الأمريكية وكتبت أقصى ضغط على فريكي دي يونغ وبرشلونة يقنع في الولايات المتحدة الأمريكية. الصحيفة برضو اتكلمت عن تصريحات مدرب ريال مدريد بشأن برشلونة وكتبت أنشيلوتي برشلونة يصنع فريق كبير. الصحيفة برضو اهتمت بتتويج إنجلترا على حساب ألمانيا بلقب أمم أوروبا للسيدات وكتبت إنجلترا تحصل على أول لقب بعد ويمبلي. وكمان بنختم بقى صحف اسبانيا من عند الموندو ديبورتيفو اللي ركزت هي كمان على اخبار برشلونه وعلى نهايه الجوله الامريكيه وكتبت تسريع عمليه رحيل اللاعبين وعوده برشلونه من الولايات المتحده وتقديم كوندي اليوم. الصحيفه برضو اهتمت بفوز منتخب انجلترا بلقب امم اوروبا للسيدات وكتبت الملكة هي انجلترا. كمان اهتمت برضو بريال مدريد وكتبت ريال مدريد على مقربة من كأس السوبر الأوروبي. وفي انجلترا صحيفة ميرو ركزت على تتويج منتخب انجلترا للسيدات بلقب أمم أوروبا لكرة القدم على حساب منتخب ألمانيا في النهائي بنتيجة 2-1 وكتبت فوز تاريخي ومجد بشكل مذهل للسيدات. اتكلمت برضو واهتمت بعودة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو للعب مع المان يونايتد ومغادرة الملعب في فترة ما بين الشوطين وكتبت كريستيانو رونالدو فعجل من أمره للرحيل عن المان يونايتد. نروح معاكم لفرنسا صحيفة لكيب ركزت على تتويج باريس سان جيرمان بلقب كأس السوبر الفرنسي بعد الفوز على نانت 4-0 وكتبت انطلاقة ناجحة. كمان اهتمت برضو بسباق فرنسا للسيدات وكتبت فان فالتن في الطريق للأسطورة. كمان اهتمت بتتويج منتخب انجلترا بلقب أمم أوروبا للسيدات على حساب ألمانيا. الختام هيكون من إيطاليا وصحيفة لاجازيتا ديلا سبورت اللي ركزت على صفقة البلجيكي اللي طبعا بيسعى ميلان ان هو يحسمها وكتبت دي كيتلير بيبحث عن فريق جاهز وهو بالفعل ميلان. وبكده خلصت جولتنا في الصحافة العالمية. نطلع دلوقتي معاكم لفاصل ونرجع ونكمل بقية فقراتنا هنا في أخبار أون تايم. خليكم معنا. برحب بكل مشاهدينا مرة تانية ودلوقتي جه ميعادنا مع حضراتكم وآخر فقراتنا وهي فقرة وان شوت. النهارده في وان شوت هنقف عند يعني لقطة إيجابية جدا جدا ورائعة وكانت من لعيبة غزل المحلة واللي قرروا إن هم يدعموا لاعب سعد محمد لاعب ديكيرنس قبل مباراة سموحة اللي أقيمت امبارح وانتهت كمان بفوز غزل المحلة. لعيبة غزل المحلة لبسوا تيشيرتات دعم لسعد محمد واللي بيعاني من مرض السرطان وكان مكتوب عليها ربنا يشفيك يا مانجا. يعني أكيد دي لقطة حلوة قوي ولقطة إيجابية جدا وأكيد يعني هيكون ليها إن شاء الله دور مختلف ودور إيجابي إن سعد محمد يقدر هو يحارب المرض ده ويرجع مرة تانية للملاعب. وألف سلامة عليك يا سعد ربنا يشفيك وكل المصريين بيتمنوا شفاك إن شاء الله. وأكيد طبعا تحية كبيرة جدا لكل لعيبة غزل المحلة. وبكده خلصت خلاص حلقتنا النهاردة من أخبار أون تايم. نشوفكم إن شاء الله بكرة في لقاء آخر. نشوفكم على خير.